الراديو 90 90 هواها مصر. بفكركم ان وسيلة التواصل مع ضيف الكريم النهاردة هي عن طريق رسائل 199 او عن طريق صفحة الفيسبوك راديو 90 90. دكتور مجاهد، انا سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا النهاردة. انا سعيد لسببين، ان انا معاك انت شخصيا وتعرف تقديري ليك كاعلامية محترمة، وكلنا احاديث في وقت كان صعب. صحيح. كنت بتقول الكلمة في وقت يصعب قول هذه الكلمة، فقلتها بكل شجاعة وقوة ودفعت ثمن شجاعتك في ذلك الوقت. ولأنني مع راديو 90 90 وإذاعة، هذه أول مرة كما قلت يعني أتشرف بأن أنا أكون على إحدى الإذاعات المصرية ليكون هناك حوار أعتقد أنه حيسعدني فيها أن يكون لي مستمعين في مناطق مختلفة من مصر. أتمنى أن أنا يعني أنجح في أن أنا أقدم لهم شيئا مفيدا خلال هذه الحلقة. الحقيقة أن حياتك طول عمرك بتقدم لنا شيء مفيد، وبيجي في توقيت مهم ساعات بيبقى المشهد مرتبك وبنبقى محتاجين بؤر الضوء تنور لنا وتفهمنا اللي بيحصل وإحنا رايحين على فين. الحقيقة أنه هذه الحالة كتير مننا شاعر بيها الفترة الأخيرة، تكرار عمليات الإرهاب في سيناء، ثم اتفاجئنا أنه مؤخرا حصلت في الواحات. الحقيقة الناس بقت بتسأل، هو الإرهاب توسع من سيناء للواحات، ولا انتهى في سيناء ووصل للواحات، ولا اللي في سيناء شغالين في حاجة والواحات حاجة جديدة؟ يعني هو أنا أرجو أن يتسع صدرك، لأن أنا هستفيد شوية في جزء قديم عشان نؤصل لظاهرة الإرهاب في مصر. تمام يا فندم. يعني أنا هاخد بس بعض العلامات. مع طوال عمر سيناء كانت تفتقد إلى أي نشاط إرهابي، وبالتالي لم تولي الدولة تقديرا كبيرا لمخاطر ممكن أن تأتي من سيناء، وكان الخطر الرئيسي هو إسرائيل، فكان التحسب هو لإسرائيل. بعد ذلك عندما تمت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وكانت ضرورية لاستعادة الأراضي المصرية بدون بعد الحرب التي انتصرنا فيها، كان من ضمن هذه الاتفاقية أن تبقى المنطقة المحيطة أو التي من في العريش والمنطقة جيم خالية من الوجود العسكري المصري ومحددة بقوة شرطية محددة العدد. دي كانت بداية أن تصبح سيناء خارج الهيمنة الأساسية للدولة. إسرائيل تعاملت مع سكان سيناء في تلك الفترة على اعتبارنا سوف تتركها، فكانت بتترك جذور لتغيير ديموغرافي أو جيوسياسي في سيناء. فبدأ يعني تحويل السكان من وظائفهم الأساسية في الزراعة والرعي إلى وظائف أخرى، وبدأت عمليات التهريب. بعض القبائل، المجموعات القبلية تمارس عمليات التهريب بحيث أصبحت وظيفتها الأساسية. بعد ذلك أنا بدي شواهد بسيطة في عام 2011، وبعد سقوط نظام الرئيس محمد حسني مبارك وسقوط هيبة الدولة، جرت مظاهرة باعتبرها علامة فارقة في سيناء، ضمت 400 عربية دفع عجلات أربع، في كل عربية خمسة، يعني 2000 واحد رفعوا أعلام القاعدة. 2000 شخص في سيناء في 2011 رفعوا أعلام القاعدة وأعلنوا أنهم سيقيموا الدولة الإسلامية في سيناء. وكان زعيم السلفية في سيناء أعلن أنه حيقيم محاكم شرعية وشرطة إسلامية، أي إعلان الدولة. تمام. ده في 2011. إذن من يتحدثون لماذا الإرهاب في سيناء يرجع لهذه الواقعة، كان في 2000 واحد موجود. بعد وجود التنظيم الرئيس مرسي، عندما جاء الرئيس مرسي وسامح بعودة الموضوعين على كشوف المراقبة في المطارات وأخرج الناس من السجون، حدث تزاوج كبير جدا بين عناصر إرهابية مطاردة والألفين اللي موجودين هناك، انتقلوا إلى هنا. إلى هناك. النقطة الثانية في المشهد هي تنظيمات حماس والجهاد الفلسطيني وتنظيمات في داخل غزة. هذه التنظيمات يعني تعلن أنها بتحارب إسرائيل وتطور أسلحة لحرب إسرائيل. إسرائيل وضع استراتيجيا كده سقف لمستوى تسليح هذه التنظيمات، إذا ارتفع هذا السقف تضرب حماس والجهاد حتى لا يتزايد بما يؤثر عليها، وبالتالي أصبح البديل لهذه التنظيمات أن تخزن السلاح خارج القطاع، فأصبح التخزين في أماكن في سيناء.
فأصبحت هناك مجموعات قبلية وظيفتها الأساسية تخزين السلاح لسيناء. طب ممكن حضرتك توضح لنا النقطة دي تحديدا؟ سلاح حماس واحنا بنتكلم على حتى في الفترة الأخيرة القريبة مصالحة حدثت ما بين حماس والسلطة الفلسطينية وتصريحات رئيس الفلسطيني بأنه لا سلاح سوى سلاح الدولة، لا سلطة سوى سلطة الدولة، لا شرطة لا قوة أمنية سوى الدولة. طيب السلاح بتاع حماس هل سلمته للدولة؟ لا، ما خدي بقى التصريحات المقابلة. كل قائد حماس لا مساس بالسلاح، السلاح هو سلاح المقاومة، لا تسليم ولا تفريط في السلاح. فدي القضية الشائكة اللي رأت الوساطة المصرية ومسألة في جهاز المخابرات بتأجيلها للتباحث في آخر الملفات حتى يمكن أن تبني على الثقة التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين لمناقشتها آخرة. تمام. لكن هي دي ستكون إحدى القضايا الشائكة ولم تسلم حتى هذه اللحظة، ولن تسلم لأنه دي قضية أخرى. ده في قضايا شائكة أخرى. المخابرات المصرية بذلت جهدا مضنيا للتوفيق بين الطرفين في تغيير كلمة وحرف، والجهد المصري ده امتد سنوات، لكن تكثيف الجهد في الفترة الأخيرة وسفر اللواء خالد فوزي بنفسه إلى قطاع غزة كان لم يكن سفرا بروتوكوليا، كان سفره أساسا للترطيب الأجواء بين القيادات في اللحظات الأخيرة لتوقيع الاتفاق. إذن هناك ما زال هناك ملفات شائكة يتم العمل عليها حتى الآن.